ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين في فقرة جديدة من برنامجكم النيل اليوم، مع ضيفة جديدة زي ما وعدناكم اللي مشرفاني النهاردة في الاستديو، مدام كابر مهندسة الديكور الداخلي ومنسقة مفروشات العرايس والمفروشات المنزلية، أهلا بيكي. واللي أهلا هتكلمنا النهاردة عن أهم الديكورات وإزاي نفرش الشقة بشكل جميل ومنمق. أهلا بيكي يا أهلا حبيبتي. أهلا بحضرتك، شرفت بيكي جدا. تسلمي لي. مدام كابر، ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ أنا مهندسة ديكور داخلي، اسمي كابر، مهندسة ديكور داخلي، متخصصة في فرش بيت العروسة ومحلات وفنادق وكده. يعني حضرتك اشمعنى اخترتي المجال ده عن اي مجال اخر؟ بصي هقولك، هو انا من صغري وانا بحب ارتب في البيت وانقل في كذا حاجه من مكانها، يعني كان ليا لمسات معينه كده، ارتب دولابي. حتى لما اتخطبت انا اللي فرشه شقتي، ما جبتش حد ولا استعنت بحد، كل حاجه في بيتي انا وخطيبي اللي عملناها انا وجوزي. يعني حبا انتي حابه المجال عامه. بالظبط بالظبط، يعني انا من صغري وانا بحب ديكورات البيت، الوان، يعني كنت متخصصه في كده. فحسيت بقى ان انا حابه الموهبه ديت ونمتها وبقيت بقى مهندسه ديكور. طب حضرتك، هو معروف ان المجال ده غير منتشر قوي، يعني المجتمع ما يعرفوش عامه، ازاي قدرتي تظهريه وازاي قدرتي تلاقي عملاء عامه؟ بصي، هو اللي ساعدني اكتر السوشيال ميديا، يعني النت، اعلانات ممولة، جروبات، عملت جروبات اصحابي، بقى بقيت اتواصل مع يعني قرايب واصحاب، واحده تقول لواحده. والاكتر يعني بصراحه النت، يعني اعلانات بقى، واجتهدت على نفسي، بقيت اعمل حاجات يعني جديده، فتطورت من كده بصراحه. ما عنديش يعني حاجه تانية غير النت. يعني الحاجة جت واحدة واحدة عامة. يعني قلت لقرايبي وصحابي وبقوا يقولوا للناس ويشوفوا فرشي، وبعد كده عملت بقى جروب، فالجروب هو اللي وصل لي بقى لناس تانية. طب حضرتك، ايه اللي تقدري تقدميه للعميل؟ ايه الخدمات اللي تقدري تقدميها؟ حاجات كتير، يعني مثلا اقدر افيدهم في الوانات شقة، اقدر افيدهم في ديكورات، اي حاجه. العروسه، بصي العروسه لو عايزه تسلم لي بيتها على يعني على طوب احمر، عندي ناس كتيره تعمل لها، معايا فريق عمل او كامل. معانا دلوقتي الصور بتاعت حضرتك، بتاع شغل حضرتك، حاجة في منتهى الجمال بصراحة. ما انا بقول لك ممكن افيدها في الوانات شقه، في ديكورات، في اختيار موبيليا، كل حاجه ممكن يعني هي تحتاجها بنزل معاها، بيجولي من محافظات تانية بنزل، يعني اي خدمات بعملها معاها. يعني حضرتك ممكن تنقي معاها العفش كمان. طبعا احنا بلد الموبيليا، فبالتالي لما بتجيلي بنزل. في عروسه حتى من دمياط لو هي عايزه تنزل تجيب مفروشات، عندي فكره عن المفروشات طب بوديها. هو حضرتك ده عبارة عن ايه؟ ده عباره، بصي هو صور الشقه لما بتخلص خالص بيبقى الفينش بتاعها كده، يعني قبل في برضو صور قبل وفي صور بعد. ده محل كنت فرشاه برضو، يعني انا مش متخصصه في فرش بيت عروسه بس، لا، محلات، فنادق، اي حاجه ممكن تتخيليها. دي صور دواليب بعد الفرش بتبقى عباره عن كده. على فكره دي مش العاب، في ناس مفكره ان دي العاب، دي فوط، دي رسومات انا ببينها، بسم الله ما شاء الله، ودي حاجة برضو جميلة جدا. محلات. يعني مش متوقف شغلي عن حاجه واحده، لا، انا بعمل كذا حاجه. طب حضرتك تقدري تفرشي الشقة في قد ايه؟ بصي عامة أنا على كل عروسة غير التانية، في عرايس ممكن الشقة تاخد نص يوم، في عروسة تاخد 4 ساعات. يعني أنا مثلا بروح للعروسة الساعة 8 بخلص الساعة 2، في عروسة بخلص الساعة 3، على حسب العروسة، على حسب حاجتها، على حسب هي جايبة كميات كبيرة أو قليلة، فبتختلف من عروسة لعروسة. بس هو ما بيكملش يوم، هو نص يوم تقريبا يعني. وبرضو محافظات تانية بتختلف بالمشوار، بس أما يعني عامة هو ممكن نص يوم. لو عامة لو محافظة ممكن ياخد يوم كامل مثلا. لا يعني على ما بروح لها ممكن 2 ساعة 3 على حسب المحافظة اللي أنا رايحة لها، وبرضو نص يوم.
اقل حاجه نص يوم يعني. طب بما ان حضرتك تخصص ديكور، حضرتك بتساعدي العروسه في ان هي تختار الديكورات ولا في العفش بس؟ لا في كله، في الديكورات والعفش والالوانات والاعداد، يعني اعداد الهدوم. بيجي لي كميه رسائل ومكالمات على اساس الامهات، على فكره مش العرايس، امهات العرايس: مدام كابر عايزين نجيب كام اعداد؟ بقول لها عايزين، حتى في يعني الخطاب كمان، يعني في رجاله مثلا ممكن تكلمني، ممكن مهندسه تقولي لي الالوانات ايه، بقول له ما بمنعش اي حاجه خالص، عامة بتساعدي في أي حاجة عامة ليها اي علاقة حاجه بالديكور. موبيليا. طب اقول لها انا من دمياط، لو حبيتي اي حاجه انا ممكن انزل معاكي من غير اي حاجه ومن غير اي مقابل، بنزل معاها وبلف معاها على فكره، ده حبا للعروسه، لان انا اصلا يعني انا بعمل كده على اساس ان انا اروح لها بعد كده ابقى عندي خلفيه على الحاجه اللي هي جايباها، وكمان بحب يعني عاملاها بحب حاجة جميلة قوي لما تعملي حاجة بحب. بالظبط، وده اللي محببني يعني، محبب الناس فيا صراحه. بس فيعني كل عروسه غير التانية، وكل عروسه لما بتحتاجني في اي حاجه، بتحتاجني في خدمه، بتحتاجني في اي حاجه، ببقى موجوده معاها، ما ببخلش ابدا على اي معلومه. حتى مثلا لو واحده عايزه تشتغل نفس الشغلانه بتاعتي، انا برضو ما ببخلش عليها على فكره. ده من كرم حضرتك. تسلمي حبيبتي. هل حضرتك بتشتغلي في فريق عمل ولا بتشتغلي لوحدك؟ بصي، هو انا ما بشتغلش في فريق عمل، بس انا معايا اختي سندتني كتير، وطبعا معايا على طول يعني، دي اللي على الحلوه والمره يعني، كنا بننام عند العروسه، كنا بنطبق، كنا يعني هي معايا على طول، ممكن نروح مع عروستين مع بعض، دي بصراحه اللي بشكرها، دي اللي على طول معايا. معايا كمان مساعده ليا غيرها، بس يعني هي اختي ومساعده، بس ما عنديش فريق عمل كامل، غير اني لو في حد عايز يعمل شقه من الالف للياء، معايا بقى فريق عمل تاني اللي هو كبياض، كسباكه، يعني عامة فريق العمل بيختلف عن شقة وشقة. طبعا طبعا، في ناس بتجيبني ان انا افرش بس، وفي ناس بتبقى حابه ان انا امسك البيت من اوله لاخره. طبعا مش بمنع ده ولا بمنع ده، اللي هي عايزاه يعني يعني حضرتك ممكن تمسكي الشقة من أولها تماما وممكن مجرد بس فرش تفرشي. بس الاكتر فرش. وعلى فكره انا بروح كمان للمتجوزين، يعني انا بجدد لو مدام يعني من مكان لمكان نقله، بعمل ده على يعني فكره. مش العرايس بس. لا مش عرايس بس. هل عمل حضرتك بيقتصر على الشقق بس ولا في أماكن تانية؟ لا محلات، فنادق، الحمد لله عملت محلات، وكمان مجالات مختلفه، يعني محل اكسسوارات، محل هدوم، محل مفروشات، كارفور، يعني وجهات للمحلات، مش بيختلف من شغل لشغل، مش عرايس بس. ممكن اروح اعمل حاجه واحده بس على فكره، مش بقول للعروسه انا هاجي اعمل لك الشقه كلها، في عروسه ما بتبقاش مقدرتها ان هي تدفع الشقه كلها، فبتعمل مثلا نيش بس، دولاب بس، يعني اللي هي عايزاه انا معاها. طب حضرتك ايه هي احلى ذكرى مريتي بيها؟ يعني ايه اكتر حاجة ضحكتك، اكتر حاجة سابت جواكي اثر؟ بصي، اكتر حاجه ضحكتني، في موقف كتير ضحكتني، بس بصي كل حاجه حلوه، انا كل حاجه انا بعملها للعروسه وبمشي منها، يعني بمشي من عند العروسه بذكرى حلوه. كل العرايس اللي انا افرشت لهم مر يعني بفتكرهم بذكرى حلوه، كفايه بس ايه ابتسامتهم، كفايه حبهم، كفايه بس حضنهم ليا في الاخر ان شقتهم بقت جنان. اروح لعروسه تانية تقول لي العروسه كذا قالت عليكي كذا، الذكرى دي او يعني الكلمه الطيبه دي بتبقى ذكرى حلوه وبتبقى حاجه كويسه جدا. طب حضرتك تقدري تذكر لنا موقف من المواقف دي؟ موقف حلو ولا موقف؟ موقف حلو. لا موقف حلو لو تقدري. بصي، هو مش في بالي دلوقتي في مواقف، بس هقولك يعني مثلا هو موقف مضحك شوية، في عريس وعروسة كان مع يعني كانوا شادين زي أي شدة في الجواز، اتخانقوا مع بعض، فقفل عليا أنا الباب وحبسني في البيت. طب أنا ذنبي إيه؟ هو دي من المواقف اللي بصراحة اللي أنا خفت منها وضحكت بعد كده، يعني هو عشان يعاقبها فهو يعني قفل عليها وانا كنت جوه، طب خرجني طيب واقفل عليها. فدي من المواقف المضحكه، بس في حاجات كتيره قوي بتعرض لها،
طبعا وحشه وحلوه، بس بصراحه الاكتر الحلو، لان انا بسيب ذكرى حلوه لاي عروسه، بحبش ان انا يعني ازعلهم ولا هم يزعلوني. طب هل تعرضت لصعوبات في الأول؟ يعني كان في صعوبات كتير في الشغل، حاجات كانت بتوقفك ان انت تكملي في المجال ده؟ لا والله، هو اكتر صعوبات بتعرض لها بجد بعدي عن اطفالي، هي اكتر حاجه، والمشوار، المشوار، لاني في الاول كانت وسيله مواصلات عاديه، فكان دي من ضمن الصعوبات. تاني حاجه بصراحه اطفالي، ما بشوفش اطفالي كتير، فدي من اصعب حاجه ممكن تتخيليها. فعلا هي حاجة صعبة جدا. بس هي دي الصعوبه اللي بتواجهني لغايه دلوقتي على فكره، ان انا يعني اطفالي ما بشوفهمش، او يقولوا لي وحشتينا، فبالتالي بزعل جدا بصراحه. طب هل حضرتك يعني في فرق بين الفرش دولاب مثلا معين ودولاب تاني؟ يعني هل في فرق في الدواليب هكذا؟ في فرق طبعا، يعني كل شقه غير التانيه، يعني انا ما بشوف الدواليب بتختلف من دولاب لدولاب. بفرش ده مش كل عروسه فرشي زي العروسه اللي بعدها، لا، يعني انا ما بشوف الدولاب تقسيمته عامه هو اللي بيخليني اقرر انا هحط ايه. ممكن الدولاب يعني التقسيمه دي احط هدوم العريس هنا، هدوم العروسه هنا، في دولاب تاني اختلف تماما، احط الفرش هنا، فالعروسه تقول لي لا انا شايفه في فيديوهاتك حاجه تانية خالص، اقول لها لا، يعني على حسب التقسيمه بتاعت الدولاب عشان يطلع بالجمال او بالشياكه اللي انا نفسي يطلع بيها. طب هل حضرتك في فرق بين الفرش المطبخ الكبير او المطبخ الصغير؟ يعني بيبقى نفس الفرش نفس الطريقة ولا كل حاجة ليها طريقة معينة؟ لا طبعا بيبقى فيه فرق طبعا، المطبخ الصغير بيوترني، بيبقى فيه اعداد لازم كلها تتحط، فبيبقى يعني بالنسبة لي بيبقى زحمة، فطبعا ده اعاقة تانية، لازم يبقى على مستوى العين حاجات بسيطة، ولازم اطلع احلى ما فيه، فده بيرهقني. المطبخ الكبير بقى بستمتع، يعني حتى لو حاجته قليلة بس بستمتع بقى وانا بفرشه، لان بحط كل حاجه، الاستعمال جنبها، واللي مش يعني مش هتستعمله ببعده عنها، فبالتالي بيبقى مريح اكتر ليا بصراحه. هي اللي بحطه هنا بحطه هنا، حتى لو هي جايبه لي 10 اطقم بحطها هنا وهنا، بس بيبقى زحمه، هي دي الفكره، فانا مش بحب كده. حضرتك احنا عندنا عادة في المجتمع اللي هو النيش، يعني مثلا النيش لازم يبقى مليان وفيه أطباق وكوبايات وهكذا، حضرتك انت شايفة ان ده صح؟ بصي، انا اكتر حاجه بقولها ودايما بطلع بس وبقول للناس، يا جماعه كل ما كان ان انتوا فاهمين النيش غلط اصلا، النيش كل ما كان بسيط والرف فيه حاجه واحده بس، ايوه حاجه واحده، يعني مش حاجات كتير، بيبقى شكله شيك جدا. لا، هما يعني بيقولوا لازم نملي الرف ولازم لا، يبان قد ايه احنا جبنا على فكره لما وعملنا. بيملوا الرف وفي عرايس كتير قوي بتزعل مني عشان كده، بس بعملها اللي هي عايزاه، بس ببقى زعلانه لان هو مش بالكتره، لما بتملي الرف بيطلع وحش جدا. ومعانا دلوقتي في فيديو نيش. يعني هو برضو ده بالنسبة ليا انا مش حابة كده، لان انا بحب يعني بحب يكون قليل جدا، لان يعني انت تجيبي حاجات كتيرة بتبان ان هي زحمة وما بيبانش قيمتها. يعني لو جبتي مثلا في الرف واحد طقم واحد خشاف او طقم شربات او اي حاجة واحدة بس، بيبان جمالها، بيبان شياكتها، وبيبان كمان قيمتها وانها غالية، فاهمه؟ الشياكة في البساطة. بالظبط. انا دايما اقول للعروسه كده، حتى في مثلا اروح فيلل كتير، بروح قصور كتير، لو في عرايس بتجيب 12 فوطه وفي عرايس بتجيب 100 فوطه، 12 فوطه بس بتمن 100 فوطه، عارفه اللي هو ايه، عايزاها تكون قليله وشيك قوي. ده اللي انا بقوله دايما للعرايس، حتى في النيش جيبي على كل رف حاجه واحده بس وطقم كاسات، احسن بكتير ما تجيبي زحمه. فعلا فعلا، يعني فعلا الشياكة في البساطة، وكل بالظبط. ما حاجة بس كانت على قليلة فكرة كانت البنات أحلى. مش فاهمة كده، البنات مفكرين بيرهقوا أهاليهم في حاجات مش باينة أصلا، يعني الدولاب، النيش، الكلام ده بيتقفل عليه مش بيبان. أنا دايما أقول للعروسة يعني بص للحاجة اللي بتبان، يعني كرسي، حاجة شيك، سجادة كويسة، ستارة حلوة، عارفة الحاجات دي حتى لو دفعتي فيها كتير أحسن ما تجيب حاجات في الدواليب مقفولة عليها وتكون كتيرة اللي هو احنا ما بنستعملهاش اصلا، هي بالظبط. موجوده ما بنستعملهاش، مجرد بس ان احنا قلنا احنا جبنا. بالظبط. وعلى فكرة الناس بتنسى، يعني جبتي كتير جبتي قليل، الناس والله بتنسى، بس جيبي حاجة شيك وما ترهقيش بس الأهل. حاجه تبقي مبسوطه بيها. بالظبط. حضرتك احنا قلنا احلى موقف، دلوقتي عاوزين
تذكر لنا أسوأ موقف مريتي بيه خلال الشغل ده؟ بصي، هو يعني هقولك حاجة، هو أصعب موقف ممكن يعني إن أتفق مع عروسة على مبلغ مثلا، أو أتفق مع عروسة على يعني على حاجة وتختلف معايا في الآخر مجرد إن أنا خلصت لها. ده يعني بنختلف في كده بس، يعني أنا ما شفتش عروسة الحمد لله ما شكلتش معايا، ما شكلناش خالص أنا وأي عروسة، غير إني مثلا بنختلف في السعر. أنا متفقة على حاجة، بتيجي في الاخر مثلا ماما تقول لا انا مش معايا الا كده، او مثلا انا مش مقدرت الا كده. عارفه في ناس مقدرتها قليله، لو قالت لي يعني انا مثلا بعمل للعروسه اليتيمه غير للعروسه العاديه، غير فاهمه كل عروسه غير فاهمة. التانية، وعلى فكره برضو كل عروسه وعلى حسب حاجتها. بس هي في الاخر احنا بنتفق في الاول، تيجي في الاخر بقى بتختلف معايا، فهو ده بيبقى اسوأ حاجه ليا. بس ما بزعلش حد والله، يعني عارفه بمشي برضو وانا متراضية. طب حضرتك تحب تقولي ايه للعرايس اللي ان شاء الله مقبلين على الجواز؟ بصي، احب اقول يعني مقبلين على الجواز نصيحة، يعني او نصيحة. والله انا نفسي انصحهم نصيحة صغيرة خالص، يعني الاهل ارحموا اهليكم بس والله العظيم، لان الاهل هم اللي بيتعبوا. انا بشوف وشوش اهاليهم قد ايه هم تعبانين وقد ايه هم شقيانين، كل عروسه ما بتحسش بده على فكره. فانا نفسي ان هما بس يجيبوا حاجات وقعدات بسيطه علشان الاهل، مش عشان حاجه، وعشان ربنا كمان، عشان في اولويات تانية بتبقى يعني احسن بكتير من انك تجيبي يعني حاجات كتير على الفاضي. لا، انا عايزاكي تجيبي حاجات بسيطه وشيك احسن من تجيبي كتير، بس يعني اهم حاجه برضو تكون شيك، ما تجيبيش بقى اعداد 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 على مجرد بس اعداد وخلاص، او ترهقي باباكي ومامتك. دي النصيحة اللي ممكن اقدمها لاي حد، لان مفيش عروسة بتفكر خالص في ده. لا، هما عامة العرايس بيفكروا فكرة اللي هو يعني انا بتجوز، انا لازم اتبسط، ان انا مش لازم هجيب يبقى حاجة معايا بقى حاجات بعد كتير. جوازي، ان انا يعني دي اخر بقى، يعني عارفة اللي هو ايه، داخلة بقى على يعني مش هجيب حاجة، مش ما ترهقش بقى زوجها وترهق اهاليها. بس دي والله حرام، لان بعد كده الواحدة كل حاجة بتتغير فيها، كجسما كمان كأي حاجة الموديل بتتغير. بيتغير، يعني كل حاجة بتتغير، مش لازم نجيب موديل واحد بس. السنة دي ممكن بالظبط، نلاقي السنة الجاية في موديلات تانية يعني مثلا كتير. انا بقالي 10 سنين متجوزة وبجدد في بيتي دلوقتي، يعني الواحد بيبقى حابب التجديد على طول. انت هتزهقي من نفس الهدوم، من نفس يعني مش مليون شنطة، مليون مش عارف. لا والله، كل سنة الواحدة بتحب تغير، بس هي دي الفكرة. وكمان عايزة انصحهم نصيحة، بلاش الالوانات اللي في بيتهم تبقى غامقة، كل ما كان اللون يبقى فاتح كل ما كان الشقة انا بتبقى واسعة شخصيا وحلوة بحب الالوان الغامقه. بجد. بس في الشقة والله بتحس باكتئاب، لازم تفتحي، لازم تنوري بيتك، بيدي وسع وبيدي نظافة والله. طب حضرتك انت شايفه ايه الالوانات اللي ممكن تكون مناسبه للشقه تدي طاقه ايجابيه؟ بصي، هو انا بحب قوي الابيض، الكافيهات بانواعها، يعني كل الوانات الفاتحة حلوة، الرمادي، بصي وكل حاجة فاتحة، بس درجات الابيض بتدي يعني مريحة للعين ومريحة، وكمان بتدي وسع جامد. هو في ناس ما بتحبش الابيض. حتى في الموبيليا، موبيليا الغامقة رهيبة، يعني انا من خبرتي بقى بجد، عشان يعني بلد الموبيليا بجد، الموبيليا الغامقة صعبة قوي، كل ما كانت الموبيليا فاتحة مش بيبان هو الناس بتقول عليها. احنا بنجيب الموبيليا الغامقه عشان لو اتوسخت مثلا، لو وقع عليها حاجه ما يبانش ان في حاجه. بالعكس والله، بالعكس والله، يعني كل ما كانت غامقة كل ما كان بان اكتر ان هي مش نظيفة، كل ما كانت فاتحة وحلوة بتدي كمان عارفة بهجة كده، عارفة اللي هو يعني. لا، انا مش مع الغمقان حتى في الموبيليا. هو نسبة للون الأبيض في ناس كتيرة قوي بتقعد تقول لا اللون الأبيض هيتوسخ بسرعة، ولما أجيب عيال ولما أتجوز يعني يبقى في عيال وهكذا هيوسخوا الدنيا. ففي ناس ما بتحبش الأبيض، ما بتحطوش خالص، مع إن الأبيض لون جميل. يعني أنا عامة في درجات للابيض، في درجات، يعني في يعني مش لازم اكسري سنه، بس هو الفكره مش ابيض يعني ابيض. في كافيهات، في بيجيت، في شامبين، بصي في درجات كتير، بس هي الفكره انك تفتحي، بس تفتحي في موبيليتك، تفتحي في حياتك، هتحسي يعني ان انت قاعده في حته واسعه، والبيوت الضيقه كمان يعني. ووحد الالوان برضو عشان ما يبقاش في مهرجان كتير في البيت، لا حاجه يعني وحد الالوان، هتبقى يعني البيت رائع بجد.
دي النصيحه. وكمان الاعداد، الاعداد ارحموا اهاليكم، عشان يعني عشان مش دي اخر الدنيا يعني. الواحده بتحب تجدد، بتبقى يعني عايزه تجدد على طول. شكرا حضرتك مدام كابر، انا تسلمي يا بجد استمتعت جدا جدا باللقاء مع حضرتك، تسلمي واتمنى تسلمي يكون في لقاءات تانية ان شاء الله عشان نتقابل كتير ان شاء الله قدام. تسلمي، ربنا يخليكي. وشكرا جدا على وجودك معانا. انا الاسعد والله، انا الاسعد حبيبتي. تسلميلي. تسلميلي. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وبشكر حضراتكم على مشاهدتنا، وبشكر مدام كابر على وجودها معانا النهارده، واتمنى يا رب يكون الحلقه عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.